السودان يصل واشنطن في زيارة رسمية للقاء رئيس جو بايدن، وملفات استراتيجية مختلفة على طاولة المباحثات. لتأمين مناطق شمال نينوى، الحشد يشرع بعملية أمنية، والاتحادية تعتقل 5 مطلوبين وتضبط أسلحة في ديالة. انطلاق الموسم التسويقي لمحصول الحنطة، صوامع التجارة تستقبل الغلة، وتأكيدات حكومية على صرف مستحقات الفلاحين. أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل المرصد الخبري. أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي اليوم إعادة فتح الأجواء العراقية بعد ساعات من إغلاقها نتيجة الهجوم الإيراني على الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت سلطة الطيران في بيان أنه تم فتح الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لأجواء البلاد، مؤكدة أن فتح الأجواء العراقية جاء بعد تخطي جميع المخاطر التي تؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني في العراق. وكان وزير النقل العراقي رزاق السعداوي قد أعلن أمس إغلاق الأجواء العراقية وتوقف حركة الملاحة الجوية بالعراق نتيجة الهجوم الإيراني على الاحتلال الإسرائيلي هناك. أما في الشأن العراقي، حيث وصل رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية تستمر لأيام بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن. وسيلتقي السوداني الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكين ووزير الدفاع في مقر البنتاغون، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين وأعضاء في الكونغرس الأمريكي. كما سيلتقي بمسؤولي شركة الطاقة الأمريكية وأبناء الجالية العراقية في 3 ولايات التي تشمل زيارته. وكان بيان لمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أكد السوداني أنه غادر بغداد على رأس وفد حكومي ونيابي وممثلين عن القطاع الخاص في مستهل زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن. هذا وأتلى رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني بتصريح صحفي قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أكد فيه أن هذه الزيارة تأتي في ظرف دقيق وحساس على مستوى العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبين أن هدف الزيارة هو الانتقال بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى مرحلة جديدة تتضمن تفعيل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجية. اليوم نتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للبدء بزيارة رسمية بدعوة الرئيس جوزيف بايدن. هذه الزيارة تأتي في ظرف دقيق وحساس، سواء كان على مستوى العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة أو على مستوى ظروف المنطقة وما يحصل في الأراضي الفلسطينية. الهدف بالزيارة هو الانتقال بالعلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية إلى مرحلة جديدة تتضمن تفعيل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي، والتي تتماشى مع برنامج حكومتنا الذي يركز على الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية وإقامة الشراكات الاقتصادية مع دول المنطقة والعالم. هذا وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الزيارة ستشهد لقاءات مع وزراء الخارجية والدفاع والخزانة الأمريكية، فضلا عن مستشار الأمن القومي وغرفة التجارة الأمريكية وكبار المسؤولين في الشركات النفطية والصناعية. الزيارة سوف تشهد لقاءات لنا بوزراء الخارجية والدفاع والخزانة ومستشارية الأمن القومي، كذلك لقاء موسع في غرفة التجارة الأمريكية وعدد من رؤساء الشركات النفطية والشركات الصناعية الكبرى، إضافة إلى لقاء
مع الجالية العراقية في الولايات المتحدة. مضمون زيارتنا سيحمل توجه ورغبة في بناء شراكة استراتيجية مستدامة بين العراق والولايات المتحدة، قائمة على الاحترام المتبادل وحفظ أمن ووحدة وسيادة العراق. أكد فادي شمري المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء أن زيارة رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني إلى الولايات المتحدة الأمريكية سترسم هوية العلاقة بين بغداد وواشنطن. وقال الشمري في تصريح صحفي أنه من المتوقع أن يضع رئيس الوزراء تفعيل اتفاقية الإطار على رأس جدول أعمال الزيارة، بما يحقق تعزيز التعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وتفعيل بنود الاتفاقية بين البلدين، خصوصا في مجالات التنمية والاقتصاد والاستثمار والتعليم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمناخ. وأضاف أن السودان يسعى إلى التعامل مع الملفات بشكل يعيد التوازن ويعزز الشراكة وينضج العلاقة بين البلدين ويرسم طبيعة العلاقات المشتركة وهويتها هناك. يرى مراقبون أن زيارة رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني إلى واشنطن تحمل أهمية كبيرة، كونها ستحدد وجهة العلاقة الجديدة والفاعلة مع الولايات المتحدة الأمريكية. آخرون يرون أن الملفات الاقتصادية ستكون حاضرة وبقوة في النقاشات واللقاءات هناك. المزيد في سياق هذا التقرير مع الزميل حسين ياسين. على رأس وفد حكومي ونيابي وممثلين عن القطاع الخاص، توجه رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني إلى واشنطن في زيارة رسمية جاءت بناء على دعوة من الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، وبجدول أعمال من المؤمل أن يناقش العديد من القضايا الاستراتيجية التي توقع مراقبون أن تتصدرها إعادة ترتيب العلاقات الثنائية في جوانب مختلفة. الموقف السياسي للدولة العراقية متوحد في أن لا يكون قطاعات عسكرية أمريكية وأجنبية على الأراضي العراقية. عملية انتزاع هذا الموقف العسكري من الولايات المتحدة الأمريكية يعد نجاح للسلطة التنفيذية. البدائل التي ذهبت بها السلطة التنفيذية لواشنطن هو أن يكون هنالك تنمية اقتصادية، تنمية مؤسساتية، احترام سيادة الدولة العراقية السيادية والسياسية. المال والاقتصاد ملفات أخرى من المقرر أيضا أن تفتح خلال هذه الزيارة، لا سيما وإن المتتبع للخطوات الخارجية للسلطة التنفيذية يشخص توجها جادا لتنشيط القطاعات المرتبطة بها وحل الإشكالات العالقة، وبالأخص مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما عززت العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية ستكون نقاط إيجابية للعراق، وهذا ما لاحظناه من خلال خفض وهيكلة الديون الخارجية، وخاصة التي ليس لها فائدة للاقتصاد العراقي، لأنه قبل عامين كان بحدود 17 أكثر من 17 مليار دولار، اليوم نتكلم على 8.5 مليار دولار. فيما أشارت قراءات أخرى إلى أن ترسم هذه الزيارة العلاقة المستقبلية بين بغداد وواشنطن لمرحلة ما بعد تواجد التحالف الدولي والتمهيدي للانتقال إلى شراكة شاملة بين البلدين في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي السارية المفعول. بجميع المقاييس اكتسبت هذه الزيارة قدرا كبيرا من الأهمية، لكن المأمول منها داخليا أن تخرج بنتائج من الممكن أن تحقق تنمية مستدامة تشمل كافة الصعيد العراقية. حسين ياسين، الفرات، بغداد. اعتبر رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم أن زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن مهمة، داعيا إلى أن تحظى بالدعم لتمكين الحكومة في حوارها الذي يصب بمصلحة ومصير العراق. هناك زيارة مرتقبة للأخ رئيس الوزراء إلى واشنطن، واللقاء برئيس الولايات المتحدة الأمريكية وكبار المسؤولين هناك، ونعتقد أن هذه الزيارة مهمة ويجب أن تحظى بدعم وإجماع عراقي لتمكين الحكومة من انسيابية الحوار والتفاوض على مستقبل العلاقات العراقية الأمريكية التي تأخذ أبعاداً جديدة بحسب المناقشات والحوارات والمفاوضات الجارية.
إن التفاوض على إنهاء مهام التحالف الدولي واستبدال العلاقة مع الولايات المتحدة من علاقة أمنية وعسكرية بحتة إلى علاقة شاملة في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والمصارف والمعرفة والجامعات والتكنولوجيا والاتصالات وتبادل الخبرات والتجارب والوفود، كلها أمور راجحة ومطلوبة لتطوير هذه العلاقة. واليوم شعبنا يتطلع إلى نمط جديد من العلاقات تؤتي ثمارها وتنعكس على استقرار العراق وازدهاره. أمنيا، شرعت قيادة عملية نينوى في الحشد الشعبي بالاشتراك مع قطاعات القوات الأمنية بعملية أمنية واسعة مشتركة لتأمين مناطق وقرى شمال نينوى مرورا بجبال بادوشة. وذكر أعلام الحشد في بيان أن اللواء 59 وفوج المهمات الخاصة في قيادة عملية نينوى ومعاونية الاستخبارات والمعلومات وهندسة المتفجرات والطبابة وقطاعات من الجيش العراقي شاركوا في العملية لتعقب الخلايا الإرهابية ودهم وتفتيش القرى الواقعة على نهر دجلة والمحاذية لجبال بادوشة. وتهدف العملية إلى تجفيف مصادر الإرهاب وملاحقة عصابات داعش الإرهابية لضرب خلاياهم وتدمير مخابئهم وفرض الأمن والاستقرار في عموم المحافظة. أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن جريمتي أبي الخصيب والعشار في محافظة البصرة. وقالت الوزارة في بيان إن الجريمتين اللتين حصلتا في محافظة البصرة وتم اكتشافهما خلال ساعات، حيث اشتبكت مفرزة لمكافحة المخدرات في منطقة أبي الخصيب مع اثنين من تجار المخدرات بعد الشك بهما هناك، مما أدى إلى استشهاد منتسب وإصابة آخر، وتم تحديد مكان تواجد الجناة ومحاصرتهم، حيث قام أحدهما بالانتحار وتمت إصابة الآخر وإلقاء القبض عليها. أما فيما يتعلق بجريمة قتل مواطن وتسليب دراجته في منطقة العشار، تمكن فريق عمل من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقيادة شرطة محافظة البصرة من التوصل إلى معلومات عن مكان تواجد العصابة المتورطة بالحادث والمكونة من 5 متهمين، حيث تمت مداهمتهم وإلقاء القبض عليهم وضبطت بحوزتهم أسلحة تم استخدامها في تنفيذ الجرائم الإرهابية في البصرة. وتستمر العمليات الأمنية للحشد الشعبي والقوات الأمنية بين فترة وأخرى لملاحقة فلول العصابات الداعشية وتمشيط الأماكن التي يتخذونها ملاذا لهم، خاصة في أطراف مدن صلاح الدين ونينوى وديالى وتكريت. المزيد في سياق هذا التقرير مع صباح حكيم. بين فترة وأخرى تشرع القوات الأمنية بعمليات تفتيش وملاحقة لبعض فلول العصابات الداعشية، وتشترك بتلك العمليات ألوية من الحشد الشعبي، ويتم تمشيط مناطق واسعة من أطراف مدن صلاح الدين ونينوى والأنبار وديالى لتعقب خلايا الإرهاب وتفتيش القرى الواقعة على مقربة من الأنهار أو بجوار المناطق الجبلية وسفوح المرتفعات التي تستخدم كملاذات من قبل بقايا التنظيم الإرهابي. أصبح اليوم العراق متمكن من كل النواحي الأمنية والعسكرية، وكذلك من الجوانب الاستخبارية، وكذلك من الجوانب القتالية، وكذلك من الجانب التدريبي. فأصبح قادر اليوم على أن يمسك أمن البلاد أرضا وجوا
ولكن يحتاج العراق على استيراد بعض الأسلحة العسكرية المتطورة، وخاصة في المجال الجوي والإسناد الجوي اللي يحتاجها العراق، وخاصة المنظومات الدفاعية. تنجح القوات الأمنية في تنفيذ عمليات إلقاء القبض على بعض العناصر المطلوبة المنتمية لداعش، وفق معلومات استخبارية يتم خلالها متابعة بعض المطلوبين والمتهمين بالانتماء للعصابات التكفيرية. ومن أبرز العمليات التي نفذت خلال اليومين الماضيين الإطاحة بالناقل الرئيس لما يسمى قاطع شمال بغداد، وهذه يعني العصابات غير قادرة اليوم على أن تظهر بالشمس، وبالتالي يعني عملياتها أو استهدافها لبعض القوى النائية والبعيدة عن مراكز المدن، حتى عن مراكز النواحي والأقضية، أصل إلى هذه النقطة وليس إلى المحافظات. وأيضا نطالب بتفعيل ونطالب بتجديد يعني الجانب الاستخباري وتبادل المعلومة. خلينا نرفع شعار المواطن هو رجل الأمن، وهذا موجود بدول العالم، في معظم دول العالم. وتتواصل الجهود الأمنية للحفاظ على التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء العراق من منتسبي القوات الأمنية وألوية الحشد الشعبي، حيث كان الانتصار على مجاميع داعش نقطة التحول الكبيرة في الملف الأمني في البلاد، واستقرار الأوضاع وإنهاء تواجد المجاميع الإرهابية. صباح حكيم، الفرات. ألقت قوات الشرطة الاتحادية القبض على 5 أشخاص وضبطت أسلحة غير مرخصة أثناء تنفيذ عمليات تفتيش في منطقة جسر ديالة. وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن قوة من اللواء الثاني بإشراف قائد الفرقة الأولى شرطة اتحادية وبإسناد مفارز الجهد الاستخباري نفذت عملية تفتيش واسعة في قرية المعدان والمجاليع الواقعة في منطقة جسر ديالة، أسفرت عن إلقاء القبض على 5 أشخاص مشتبه بهم، بحوزتهم 3 بنادق كلاشينكوف ومسدسان و45 إطلاقة عتاد منوع، بالإضافة إلى دراجتين ناريتين بدون أوراق ثبوتية. وتمت إحالة الأشخاص مع الأسلحة المضبوطة إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم. أعلن وزير التجارة أثير الغريري انطلاق موسم البركة والإبداع لمحصول الحنطة المحلية لعام 2024. وذكرت الوزارة في بيان أن مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر نور القرعاوي أكد استلام أولى كميات الحنطة المسوقة من المزارعين، وأضاف أن الشركة بكافة فروعها على استعداد تام لاستقبال موسم البركة والإبداع ليكون الموسم الأبرز والأهم في تاريخ الشركة. وأشار إلى أن انطلاق الموسم بدأت من محافظة المثنى، داعيا الجميع إلى بذل كافة الجهود لتحقيق هدف النجاح والتمييز في هذا الموسم. أكدت وزارة التجارة أن موعد استلام أول كميات للحنطة المسوقة في محافظة البصرة بعد عطلة عيد الفطر المباركة. وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة حيدر نوري إن الوزارة باشرت بموسم تسويق الحنطة في مخازنها 1,800,000 طن من الحنطة المسوقة في العام الماضي، لافتا إلى أن الوزارة ستباشر في الأسبوع المقبل باستلام أول كمية من الحنطة المسوقة في محافظة البصرة،
أي بعد العيد مباشرة. وأضاف أن الوزارة مقبلة على موسم أفضل من الموسم الماضي، لا سيما فيما يتعلق بموضوع توزيع المبالغ المالية على الفلاحين، مبينا أن رئيس الوزراء وخلال اجتماع انعقد مؤخرا لمناقشة الموسم التسويقي أكد على وزيرة المالية تخصيص مبالغ مالية في بداية الموسم وتوزيعها على الفلاحين أولا بأول لتكملة نجاح موسم العام الماضي. بضعف إنتاجها للعام الماضي، كشفت محافظة المثنى عن تجاوز إنتاج محصول الحنطة أكثر من 200,000 طن، لكن الأزمة التي تلاحق عملية التسويق هو ندرة المخازن، وهو ما دفع بالحكومة إلى التوجه لبناء عدة مخازن لاستيعاب كمية المحاصيل. محمود قاسم والتفاصيل. فتح أبواب سيل السماء أمام المزارعين لتسويق محاصيلهم الزراعية من الحنطة والشعير لهذا الموسم أعلنت عنه الحكومة المحلية في المثنى، مع توقعها بوصول الكميات المسوقة إلى رقم قياسي لم تشهده الأعوام السابقة. هذه السنة نشهد ضعف الإنتاج للعام السابق، ومتوقع أن نتجاوز 200,000 طن، وهو رقم كبير حقيقة، ضعف ما أنتجته المحافظة سابقا. نحن نفتقد إلى مخازن لخزن الحنطة، وهناك توجه حثيث من الإدارة المحلية في المحافظة لاستحداث مخازن جديدة. إنتاج يعني دعم خاص من دولة رئيس الوزراء، اللقاء الأخير مع السيد محافظ المثنى مع الحكومة المحلية أوعد بزيادة حصة محافظة المثنى بالمرشات. حقيقة هذه الزيادة سوف يعني تنعكس إيجابا على المحصول التسويق القادم إن شاء الله بإذن الله، فهي دعوة خاصة إلى دولة رئيس الوزراء بالاهتمام بمحافظة المثنى بالجانب الزراعي وزيادة يعني أعداد المرشات. الجمعية الفلاحية في المثنى أكدت بدء تسويق الفلاحين لمحاصيلهم في ذات الوقت. طالبت الجمعية بافتتاح عدة سايلوات لاستلام المحاصيل في أكثر من منطقة بالمثنى وتجاوز كل الإجراءات التي من شأنها أن تعيق التسويق. الوحيدة المحافظة اللي هي تمتلك سايل واحد، أقل محافظة اليوم بالمحافظات العراق بها 5 سايلوات، فإحنا هسه إن شاء الله أكو بوادر خير إن هو يفتتحون بالعميد واحد وبالخضر واحد ثاني. وفيما يتعلق بتوزيع المبالغ المالية على الفلاحين، كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء وخلال اجتماع عقد مؤخرا لمناقشة الموسم التسويقي أكد على وزيرة المالية بتخصيص مبالغ مالية في بداية الموسم وتوزيعها على الفلاحين أولا بأول. من المثنى، محمود قاسم، الفرات. كشفت مدير عام التخطيط في وزارة الزراعة والموارد المائية بحكومة الأقليم زيدة محمد عن اجتماع مرتقب مع بغداد يحدد كميات الحنطة المستلمة من إقليم كردستان. قالت محمد في تصريح صحفي إن اجتماعا سيعقد الشهر المقبل مع وزارة التجارة الاتحادية لتبيان إن كانت الحكومة الاتحادية ستستلم كل محصول القمح من فلاحي إقليم كردستان أو تحدد كمية معينة، مضيفة أن الحكومة الاتحادية قررت استلام محصول القمح من المزارعين في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك المذكورون في الخطة الزراعية أو في حتى الذين هم خارج الخطة، لكن الكمية يجب أن لا تتجاوز 6 ملايين طن. مشاهدينا، نشرة انتهت، شكرا لكم وإلى اللقاء.